اختتمت أمس فعاليات قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحي المحروسة، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة، والمزيد في سياق التقرير التالي نتابع. برعاية السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجامعة عين شمس، نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة قافلة عين شمس السنوية بحي المحروسة. قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس بيحرص دايما على تنفيذ قوافل تنموية شاملة في كل محافظات مصر. نزلنا عملنا رصد احتياجات وشفنا احتياجات الأهالي ايه، احتياجات المرأة ايه، الأطفال محتاجين ايه، وبعد كده بدأنا ننظم ونتفق مع المحافظة، وفي أحد الجمعيات الخيرية المجتمع المدني متعاون معنا. لينا كذا هدف بنشتغل عليهم، أهمهم القوافل التنموية الشاملة. بدأنا بقافلة في سوهاج مع جامعة سوهاج، ودي القافلة الثانية لينا مع جامعة عين شمس بالتعاون بين الجمعية والجامعة. الجمعية قدمت المساعدات الخيرية اللي تمثلت في 500 كيلو لحوم، وتم توزيعهم على الأسر المعيلة اللي هي الأسر التي تعولها امرأة، ووزعناهم بالفعل، وكمان قدمنا الهدايا الرمزية للأطفال، وكانت في صورة تيشيرتات بيضة تم الرسم عليها والأطفال احتفظوا بيها. تفقد محافظ القاهرة عددا من الخدمات الطبية المختلفة، ولم يقتصر دور القافلة على الرعاية الصحية فقط، بل عملت على تعليم الكبار ورسم البهجة على أوجه الأطفال من خلال مسرح العرائس. أكيد طبعا جامعة عين شمس ليها دور مجتمعي مهم جدا، بدليل وجودنا النهاردة في هذه القافلة المهمة. الدور اللي احنا بنقوم بيه ان احنا بيبقى فيه نوع من انواع حشد، اعضاء هيئة التدريس موجودين، الطلاب موجودين معانا، قيادات الجامعة كلها موجودة، علشان نقدر ان احنا فعلا نقدم هذه الخدمة الحقيقية للمواطنين. بنقدر ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقدر ان احنا نقدم لهم دعم تحفيزي. معانا مجموعة من الذين تحرروا من الأمية قبل كده، وبنقدر ان احنا نجيبهم هنا علشان يقدروا ان هم يشجعوا زملائهم الجدد. عندنا كمان حملة ان احنا نخليهم يواصلوا تعليمهم علشان ما يرتدوش مرة اخرى الى الامية، فبنقدر من خلال تعليمهم للقراءة والكتابة بنقدر كمان ان احنا نحفزهم ببعض المحفزات الاخرى زي المشروعات الصغيرة والمهارات الحياتية. في نفس الوقت مهتمين طبعا بمسرح العرايس، ومسرح العرايس النهاردة بيقدم لهم فكرة، وبرضو بداخل منظومة القيم المرتبطة بالثقافة الصحية او الثقافة الطبية. خليني اقول لك كده، بنقول ان جزء من اهداف التنمية المستدامة ان احنا مؤشر تحسين جودة الحياة من خلال الفن والثقافة. كل عناصر الثقافة دلوقتي مع أبناء وأهالي مناطق بديلة عشوائيات بنحاول نوصل لهم إن المنطقة البديلة دي منطقة أصبحت منطقة آمنة. الاهتمام بالصحة وتقديم الخدمات الطبية بالمجان، وتقديم ورش لتنمية المهارات وورش للحرف التراثية مع الأمهات من أهم أهداف القافلة. أنطون إيميل، ميسات.